السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب يسعدكم دايما يا رب، اللهم امين. وخلينا نبدأ بالصلاة على الحبيب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وده عنوان الفيديو بتاعنا، الصلاة على النبي محمد بالطريقة الإبراهيمية بالخيال لتحقيق جميع الأمنيات في حياتك. بس الرجاء منكم، الطريقة دي ما تنفعش مع حد يتعلق بحاجة، لا. أنا أعمل الطريقة دي، طريقة الصلاة على النبي، وأخد ببركتها إن حياتي تتحسن، لو مرض يروح من عندي أشفى منه، نيتي تبقى كده. لو أنا عايز رزق في حياتي يبقى في تحسين في حياتي، مفيش مشكلة. ولكن التعلق بالأشياء الدنيوية هيوقف جذب الأمنية، ولذلك احنا بنعملها، أو أنا بقدمها لكم أهو، للي هينفذها ويكون عنده جدية لتطبيق الصلاة على النبي محمد بالطريقة الإبراهيمية بالخيال. والله الذي لا إله إلا هو ليشوف منها نتائج ما كنتش تتخيلها في حياتك أو في حياتك. أنا هذكر لكم بس النهاردة الطريقة دي تتعمل على إيه. ومرة تانية بأكد، بلاش تعلق، بلاش يبقى عندك شهفة ولهفة للحاجة اللي هتحصل لك، هي كده كده هتيجي، ولكن من باب الإضافة. أنا بعملها يا رب طاعة لأمرك الطريقة دي، وحبة في الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن مش هتعلق. أنا أي حاجة عايزها تظهر لي في حياتي يبقى من باب الإضافة. وركز مع معلومة من باب الإضافة مش من باب التعلق. طريقة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هنعملها ازاي بالخيال؟ أول شيء، الطريقة دي تتعمل على الأمراض المستعصية، وتتعمل على الأسحار اللي موقف الحال، وتتعمل على كل العقد المعقودة على طاقتك من سحرة ودجالين والأمراض اللي الدكاترة احتاروا فيها. هاخد ببركتها، وأنا مش هحدد لك عدد إلا عدد سورة الفاتحة. احنا كنا عاملينها قبل كده، نعملها 33. الصلاة على النبي بالطريقة الإبراهيمية والفيديو موجود على القناة، وقلنا الفاتحة برضو 7 مرات. النهاردة هنعكس الطريقة، هنعكسها من أجل التعمق فيها، حبة في الرسول صلى الله عليه وسلم، وهعملها بقى مدى الحياة. أحدد لك بس الفاتحة في الطريقة دي 7 مرات. هتعملها ازاي؟ أول شيء زي جلسات الاستغفار، أنا شارح هنا في القناة جلسات الاستغفار باسم الحي وباسم الله الغفور، إنك تقعد مع نفسك وتاخد عدة أنفاس وتركز مع الاسم، مع طاقة الغفران أو طاقة الإحياء اللي هم طاقة الشفاء. جلسة الصلاة على النبي بقى النهاردة برضو نفسها، هتقعد لوحدك في مكان هادي محدش يقاطعك، وهتاخد 3 أنفاس، وأنا مغمض عينيا متخيل نفسي إن أنا عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهبدأ من الناحية اليمين، من على يمين القبر ده في خيالي، وهقرأ الفاتحة 7 مرات، يعني هلف 7 لفات مع كل لفة قراءة الفاتحة. وانت بتلف كده هتقرأ الفاتحة بتأني وبهدوء وباسترخاء في الجسد، وبعديها وانت في ايدك المسبحة وانت برضو مغمض عينيك هتقول الصلاة على النبي بالطريقة الإبراهيمية، وانت مغمض عينيك كده والسبحة اهي في ايدك اهي، وهتقول كده وانت بقى بتلف، شايف نفسك في الخيال بتلف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من الجهة اليمين، بنية المشاكل بتاعتك كلها تتحل، وطاعة وحبا
طاعة لله وحبا في رسولك صلى الله عليه وسلم. وهتبدأ كده: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هتلف السبحة كده 33، يعني انت لفيت 7 لفات مع كل لفة قراءة الفاتحة بخيال. أظن طبعا سهلة جدا انك تتخيل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهلف كده في الخيال. أول لفة بالفاتحة، والتانية والتالتة والرابعة والخمسة والستة والسبعة بنية فك العقد، وبعد كده بالمسبحة عشان ما توش في العدد هلفها 33. ذكر اهو جلسة لوحدك، الجلسة دي ممكن لو كترت معاك هتاخد معاك ربع ساعة. والطريقة دي يا جماعة سحر، أنا عن نفسي بنفذها أنا وأولادي كل يوم بعد صلاة الفجر. أنت بقى عايز تنفذها قبل الفجر أو بعد الفجر أو في يومك بقى، أنت شوف الوقت اللي يناسبك وتعملها جلسة حبة في رسولك صلى الله عليه وسلم. تعملها جلسة كده يوميا تمشي بها مدى الحياة. في عملية الشفاء خليك تفضل تعملها يوميا لحد ما تحس بالتحسن، ببركتها يحل عليك إن شاء الله الشفاء، ببركتها عقد الأسحار تتفك، ببركتها تتعمل للبنات اللي وقف حالها في الجواز، ببركتها برضو تاخد في العكوسات، ببركتها يحل عليك الشفاء اللي الدكاترة احتاروا في دوائه، ببركة الصلاة على النبي بالطريقة الإبراهيمية. يعني أي أمراض تتعمل عليها الطريقة دي بفضل الله سبحانه وتعالى يجيب معاك أسرع نتائج. فما تضيعش وقتك ونفذ الطريقة دي، نفذها وشوف إيه اللي هيحصل لك، شوف النتائج اللي هتحصل لك ايه. وعشان تصدق محتوى القناة واللي بيتقدم لك، تجارب اخواتنا كلهم عندنا على منتدى القناة. خش كده بص، خد لك لفة في منتدى القناة وشوف التجارب اللي نفعت مع الناس، اذا كان في الاستغفار او في طريقة الصلاة على النبي او في اي علاجات بتتقدم في القناة. نفذ وتوكل على الله. مش عايزك تستغرب، زي ما في خيال وفيه ناس شفيت وفيه ناس بعتتنا التجارب بتاعتها ربنا كرمها بخيالها في جلسات الاستغفار، برضو جلسة الصلاة على النبي وانت بتلف القبر بتاعه بخيالك فيها عجائب، فيها عجائب. فنفذ وان شاء الله مشاكل حياتك كلها تتحل. الله لا يحرمنا منكم، ويا رب يوفقكم في كل أمور حياتكم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والراحة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أمين يا رب العالمين. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.